كاب شريف فوز مستحق الشوط الثاني وتغيير في الاداء للنادي الاهلي. تغيير في الاداء بالاهداف يعني. لما الاداء هو الضغط على الخصم، الخصم ضعيف جدا، ما عندوش الامكانيات والفوارق اللي موجوده في اي فرقه موجوده في الدوري العام. اي فرقه موجوده في الدوري العام عندها فرق امكانيات في تدعيمات بالنسبه للخطوط كلها. هم الحقيقه الامكانيات اللي عندهم ما تسعفهمش في اكتر من الاداء اللي هم عملوه في اول هاف تايم مع النادي الاهلي. زي ما قال لي اسامه واحنا قبل المباراه بقول له الجهد والعرق ولازم نترجم الكلام ده داخل الملعب، قال لي ان شاء الله هنكسب 3 4 يعني، المفروض يعني ان احنا نكسب 3 4. ف ماشي هنكسب 3 4 نكسب 5 نكسب زي ما احنا عايزين، بس الكلام ده على الواقع. الكلام ده عايزين احنا نبقى في الملعب وانا قاعد بتفرج عليك حاسس ان في شكل تنظيمي في الملعب، شكل بيديك الايحاء انك انت بتطلع اطراف القوه اللي عندك، اذا كنت بتلعب على اليمين او بتلعب على الشمال، او التدعيمات اللي بتبقى من نص الملعب للفراوده، او تحركات السويتشات اللي في الملعب، ده كل ده للي جاي للقادم. اللي قادم برده في بطولتين وثلاث بطولات، وفي بطوله افريقيا، وعندك بطوله سوبر 2، وعندك رايح بطوله العالم. ما تقوليش في غيابات وما تقوليش في حاجات وما فيش. اذا كان لاعب زي جيرالدو ده مش هيلعب كوره النهارده في مباراه زي دي، طب هو هيلعب امتى يعني؟ انا ما اعرفش. فلازم كل اللعيبه تتفرج على الشكل ده، وان كانوا هم حاسين ان في حاله تعب او الكورونا مأثره على الجو العام عموما او حاله ارهاق او او او, أو ده من حقهم الحقيقه. وده الشكل اللي انا شايفه حتى قفشه النهارده. ايوه قفشه النهارده حاسس ان هو بيأدي على القد، بيحاول بيبقى موجود جنبه 2-3 لعيب صراع يشيله شويه معاه، مش على طول هو اللي بيبقى العقل المفكره. ما السرعات دي اللي هتخلي قفشه يبقى كويس، هتخلي كهربا يبقى كويس. تنظيم كهربا في الملعب ودخوله لازم يبقى فيه توجيهات اكتر من كده، ازاي هو يوزع مجهوده كويس قوي يقدر يبقى فيه انتاج فعلي، ما يبقاش فولو بس، انما ما تجيله الكور. لما كان هاني بيكلمني بيقول لي لا ده جالك اكتر من فرصه النهارده، انا حسيت ان لازم اللعيبه تهتم شويه بالفرص اللي تيجي، لازم تهتم باول هاف تايم. احنا بقالنا فتره بنلعب فاول هاف تايم مش عارفين نبحث عن التقدم او بنبحث عن ان احنا يبقى عندي هدف واثنين زي ما كنا في السابق الحقيقه يعني. كنا عندنا تعليمات من اول 10 دقائق لازم الماتش ده يخلص وتجيب جول وتجيب الثاني، تقدر تطلع امكانياتك بقى، تقدر تريح جماهيرك، تقدر تريح الجهاز الفني بتاعك. فبنتمنى اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل يعني باذن الله رب العالمين. انت قصدك افضل في الاداء في الاداء.